السلام عليكم انا منير من المنظمين ديال ويكي انضابه اللي صدرت اكادير 2023 المهم ديك أنا اول تجربه ديالي في التنظيم ديال ديال المؤتمر ديال ويكيبيديا او ويكيميديا بشكل عام وكانت تجربه زوينه لانه تعلمت بزاف ديال الحوايج يعني في في خصوصا في الجانب التقني اللي انا اللي كنت كنت مسؤول عليه وكاين بزاف المسائل اللي خاصها تحسن اللي خصنا نخدموا عليها و آه وطبيعه الحال غادي نديروا واحد التوثيق ديال جميع المسائل اللي اللي ما كانوا ما مزيان واللي غادي نحسنوهم في, الـ في الـ ان شاء الله في, اي مظاهرات جديده او تظاهرات بيتو جديده ديال ديال دي ويكيميديا اللي نقدروا ننظموها من بعد آه باش نستافدوا منها وباش حتى الناس الاخرين اللي جاوا ناس اخرين حتى هما آه تعاونوا في التنظيم غادي يكون عندهم واحد واحد الارشيف ديال 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 دي المسائل اللي تداروا مزيان والمسائل اللي ما تداروش مزيان باش يقدروا يستافدوا منهم آه <applause> وبشكل عام يعني هاد ال... هاد التظاهرات دازت مزيان ويعني كنظن ال... اغلبيه كانوا 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 يعني ساتيسفي ساتيسفي بال بال بالسيروره ديالها وبالنتائج ديالها فوالا آه ونتمنى انه يكونوا تظاهرات خلينا تنظم في المغرب ديال تاع مؤسسه كيميديا